هنعرف كل ده بعد شوية. أعلن نجم برنامج عرب آيدل محمد رشاد عن مشروع ديو غنائي هيجمعه بالنجمة اللبنانية نانسي عجرم، وأكد أن الديو فكرة كانت موجودة بمجرد انتهاء البرنامج لكنه تأجل بسبب انشغال نانسي بحفلاتها الفترة اللي فاتت. وقال رشاد أنه على المستوى الإنساني بيحب نانسي جدا وأنها كانت أقرب أعضاء لجنة تحكيم البرنامج ليه. طرح نجم الغناء الشعبي الفنان حكيم كليبه الجديد آخر سذاجة، واللي بتعاون فيه مع المخرج محمد عبد الجواد. الكليب عجب جمهور حكيم جدا، لكن بعض الناس قالت انه شبه كليب كلام في كلام اخر سذاجه من البوم يا مزاجه، وكتب كلماتها فضل الراوي من الحان وتوزيع علاء غنيم. وانا اخر سذاجه سذاجه عن الطابه بتحط جنب الحيط، الناس في زماننا قالوا الطيب لو في حاله اسال عليه. النجم وائل كفوري بيستعد لإحياء حفل غنائي كبير الشهر اللي جاي في العاصمة الأردنية عمان، وهيقدم وائل في الحفل مجموعة من أجمل أغنياته القديمة وأغنيات ألبومه الجديد اللي حقق أرقام قياسية في المبيعات في كل الوطن العربي واحتل الصدارة في موقع الآي تيونز لفترة طويلة. حبيب قلبي طمني انك ما بتبعد عني، انت حبي ورعشة قلبي وانت نور عيني. يا حبيبي انت الغالي انت قمر الليالي، ضل قبالي وريح بالي واغمرني بحني. شو بحبك لما بتحكي ترسم عشفافك ضحكي، شو بحبك لما بتبكي بتشكي وعم بتغلغل فيني. حبيبي انت الاحلى عمري بقربك عم يحلى، عطرك سحرك صوتك رسمك صاروا مني وفيني. رغم ان النجمة هيفاء وهبي مبسوطة جدا بنجاح كليبها الجديد Breathing You In، واللي حقق نسب مشاهدة عالية جدا بمجرد طرحه على موقع اليوتيوب، وبتقول ان كليب هو خطوة اولى ليها في تقديم اعمال كتير عالمية الفترة اللي جاية. لكن جمهور هيفاء انتقدها جدا بسبب جرأة كليب وملابسها فيه، ده غير بعض الاستعراضات الجريئة اللي شافها البعض اجرأ من اللازم ومش متناسبة مع مجتمعنا الشرقي، وانتقد هيفاء لانها وافقت توصل للدرجة دي من الجرأة. ليه عادل إمام هاجم الممثل الشاب علي ربيع وقال عليه ده واد عبيط؟ ورد فعل علي إيه كان؟ وإيه رد فعل التصريحات دي؟ هنعرف كل ده بس بعد شوية.